اهلا بيكم من جديد. بتبدا حلقه مسلسل الافتكاسه النهارده مع المحامي جونغ، وبنعرف انه اتنقل للمستشفى وبيقول ان كوريا اكتر دوله متمكنه من علاج سرطان المعده، وده اللي بيخلينا نعرف ان هو مريض بسرطان المعده وانه هيتعالج وقت ما يرجع سول في واحده من مستشفياتها، وان حالته ما تخوفش لانه في المرحله الثالثه من المرض. وفي وسط كل الموجودين هناك بتتكلم يونغ وو وبتقول ان رغم ان كوريا اكتر دوله متخصصه في علاج سرطان المعده الا ان نسبه الشفاء منه 30-40% بس، وان المرحله الثالثه قادره تخلي مرضه يتطور ويتعب بامراض تانية في المعدة، وهيكون محتاجة علاج كيميائي اكتر، وبيحاولوا كلهم يسكتوها لكنها بتفضل تتكلم. وبيستغرب المحامي جونغ من صغر نسبة الشفاء، وبيقول لهم جونغ انه دلوقتي بقى احسن وما يشغلوش بالهم بيه، وانهم لازم يدرسوا القضية كويس. فبتفكر يونغ وو بتقول ان ايه رأيهم لو دوروا على مالك المطعم اللي كان نفس المحامي جونغ ياكل النودلز منه. فبيقول جونغ انهم مش لازم يعملوا حاجة مش ضروري يعملوها، ولازم يركزوا على القضية اللي جايين علشانها. وبنشوف يونغ وو بتسأل زمايلها هيعملوا ايه علشان يلاقوا مالك هينغبوك نودلز، فبترد عليها تشو وبتفكرها ان المحامي جونغ طلب منهم انهم مش لازم يعملوا حاجه مش ضروريه، وبيبان ان يونغ وو مش موافقه على كلامه، وبتقول لهم ان هو مش معاه وقت كتير علشان يعيشوا، وان هو لو ما لحقش ياكل في الوقت الحالي ممكن ما يعرفش ياكل تاني من مطعم هينغ بوك نودلز. وبعدها بيطلب جون وو يدوروا على الملك مع بعض، وبتكلم تشو هيو كون وبتساله عن سبب سكوته، فبيرد عليها وبيقول لها ان حاجه كويسه اننا نبحث عن الملك. وبيطلب جون وو ان هم يفتشوا المنطقه بالكامل علشان يعرفوا مكان الملك الاصلي، وبيفكروا يتقسموا على 3 مجموعات. وبعد اكتر من حاولوا بيقرروا عدم التقسيم على 3 مجموعات، وانه ممكن يتقسموا على مجموعتين بس. وبتقول يونغ وو ان فريقها هيكون فيه جون هو وغيو رامي والسيد كثيف الشعر، وتشو ويكون هيكونوا فريق واحد، لكن تشو مش بتكون حابه انها تبقى هي وكون في فريق واحد وبتبقى مضطره. وبيتفقوا وبيوصلوا على هينغ بوك نيدلز، وبتدخل يونغ وو اول واحده من المجموعه للمطعم، وبعدها باقي المجموعه. وبيسالوا جون هو يونغ وو كاشير المطعم لو ممكن يساعدهم يعرفوا مالك هينغ بوك نيدلز، فبيستغرب العامل السؤال وبيقول لهم انه خسر المنافسه وان مطعمه منتشر في السوق علشان كده هينغ بوك نيدلز خسر بعد ما حاول يطابق جودتنا، لكنه ما قدرش يهزم المطعم الاصلي، وان هم ليهم فتره قافلين المكان بعد ما فقدوا زباينهم كلهم. وبيسمع الكلام ده واحد من العمال وبيبان عليه الخنقه والتوتر، وبيلاحظ ده جون هو. وبتستغرب يونغ وو وبتساله هينغ بوك نيدلز هو الاصلي، وبتقول ان مطعم هينغ بوك نيدلز سمى باسمه تقربا لمطعم هينغ وان نيدلز. وبيرد عليها العامل وبيقول لها بالظبط، وان هو اتعرض للتوتر والضغط في التعامل مع مطعم هينغ بوك نيدلز، وانه لما بيسمع الاسم بتاعهم بيتصاب بالصداع وبيستأذن منهم وبيسيبهم وبيمشي. وبنشوف تشو وكون بيسألوا ست كبيرة في السن عن سبب اغلاق المطعم، فبترد عليهم ان هو قفل المطعم واختفى بالليلة وضحاها من غير ما يقول لحد هيروح فين. فبتسألها تشو هيو تفتكر ايه يكون سبب قفله للمطعم، فبترد العجوز عليها بانه ما قدرش يبقى جنب خصمه بسبب الترويج والاعلانات اللي كانوا بيعملوها، وانهم كانوا بيحضروا المؤثرين والمشاهير، وكان فوق المستطاع ان هينغ بوك نودلز يعمل نفس الموضوع، وما عرفش مالك هينغ بوك نودلز يعمل حاجه قصاد حيله هينغ وان نودلز. وبتقول العجوز ان النودلز في مطعم هينغ بوك كان طعمها فعلا حلو ورائع. فبتقول لها تشو هيو تعرفي مطعم هينغ بوك نودلز كان افضل من مطعم هينغ وان نودلز ولا لا؟ فبترد عليها العجوز ان اداره المطعم كانت في ايد الام وابنها لوقت كبير، وان الحساء اللي كانت بتعمله الام كان بيبقى لذيذ جدا. وبنروح لجون هو بالليل وهو منتظر العامل بره المطعم، وبعد خروج العامل بيمشي وراه من غير ما يحس بيه العامل، وبيشوف العامل رايح لمطعم هينغ بوك نودلز، بس بيكتشف انه هيحط اكل للقطه اللي هناك. وبعدها بيظهر له جون هو وبيقول له انت الطاهي المطعم هينغ بوك بتعمل ايه هنا؟ فبيرد الطاهي ان الحقيقه هو علمني كل حاجه. فبيقول له جون هو قصدك على مالك هينغ بوك نودلز؟ فبيقول له الطاهي ان هو اشتغل في المطعم بتاعه لفتره طويله ورغم شغله ما اكتسبش مهاره الملك او والدته. وبيقول له جون هو علشان كده اتنقلت المطعم هينغ وان نودلز بعد ما قفل هينغ بوك نودلز. فبيرد عليه العامل بلا، وانه لما كان شغال في مطعم هينغ بوك نودلز مالك هينغ وان شغلني، بس مالك هينغ بوك نودلز اعتبرني خنته، وقال له كمان ان هينغ بوك هو الاصلي وكان المطعم شغال كويس لانه انتشر انه بيعمل نودلز لذيذه جدا علشان كده شغله مالك هينغ بوك، وطلب منه انه يطبخ النودلز وغير اسم مطعمه من بوبو الى هينغ وان نودلز، واساسا كانوا بيبيعوا وجبات منزليه في الاول. وبعدها عمل اعلان وعرف يسرق زباين هينغ بوك نودلز، وبعدها شغل هينغ وان بقى مستقر وبقى وضع هينغ بوك صعب تماما، واضطر لقفل مطعمه. وبيسال جون هو الطاهي لو يعرف مكانه، فبيقول له ان هو جه مره من غير معرفه مالك هينغ وان نودلز وساله هيعمل ايه بعد ما قفل المطعم، بس هو ضحك وقال انه هيسترخي في مكان بعيد في الجبال والمياه الجميله كمان. وبعدها بنشوف المجموعه وهما بيفكروا ممكن يكون فين، وبيقترحوا عدد اماكن، وبتحاول تفكر يونغ وو في المكان اللي ممكن يتواجد فيه مالك هينغ بوك، وبتقترح عليه انه ممكن يبقى موجود في دار رعايه ماونت ووتر لانها شافت مجموعه من البريد مش مفتوح قدام هينغ بوك نودلز وكان مرسل من ماونت ووتر، وبيسالوها لو تقدر تفتكر العنوان، وبتحاول تفتكر العنوان وفعلا بتفتكره. وبيفرحوا بانهم عرفوا المكان، وبيقترحوا انهم يروحوا للمكان ويسالوا عن المالك. وتاني يوم بيروح جون هو مع يونغ
مشغول لماونتن ووتر، وبيتكلم جون هو مع موظفة الاستقبال وبيعرفها انهم لقوا جوابات من عندهم قدام المطعم المغلق. فبتعرف العاملة صاحب المطعم وبتعرفهم ان والدته بتقيم عندهم في دار الرعاية، وبتعرفهم انه بيشوفها مرة كل شهر، وما تعرفش ان هو ما استلمش اي بريد من دار الرعاية قبل كده، وان هو كان في الدار امبارح. فبيفهم جون هو ان هو هيعرف يشوفه الشهر الجاي في نفس الميعاد، وبيطلب انه يقابل والدته، وبتسأله الموظفة عن السبب، فبيعرفها انه عايز يعرف منها امتى هيفتح المطعم تاني. فبترد عليه الموظفة انه من الصعب يعرف من والدة الملك اجابة، لانها بتعاني من الخوف الشديد وصعب يكون الكلام طبيعي بينهم. وبيمشي جون هو ينغو، وبتقول له ينغو انه ما يستنوه الشهر الجاي، وانهم مش هيلحقوا يقابلوه قبل رجوعهم لسول. وبيتصل عليها المحامي جونغ، وبيفكرها ان هما جم لجوجيو علشان قضية المعبد، فياريت يركزوا لتحضير المحاكمة. وبتنتقل بينا الاحداث للمحكمة، وبنشوفهم بيتكلموا عن خطة بناء الطريق السريع المحلي على ارض المعبد، وبيسأل الدفاع عن موقف المعبد من موقف البناء، وبيرد الكان انهم عرضوا على بناء الطريق السريع لانه هيدمر بيئة المعبد، وبيزهج الرهبان في ممارسة الطقوس، وهيخسروا عدد كبير من الناس والحيوانات بسبب حوادث العربيات. وبيسألوا الدفاع لو الحكومة استمرت في البناء رغم اعتراضهم، فبيرد عليه الكاهن وبيقول له ايوه، وانهم طلبوا منهم يجمعوا رسوم دخول موقع التراث الثقافي، وانهم وافقوا لانهم افتكروا ان عدد قليل من الناس اللي هتيجي، وعلشان كده قالوا ان افضل طريقة لتقليل الضرر وعدد القتلى هو منع الناس قدر الامكان من الحضور وتقليل اضرار التراث الثقافي. وبتطلب القضية من محامية المدعي بدء استجواب الكاهن، وبتسأل ينغو الكاهن عن الربح من رسوم الدخول، فبيرد عليها انه غير متأكد من الرقم الصحيح. فبترد عليه ينغو ان عائد الربح للمعبد حوالي 1,000,000,000 ون من الارباح كل سنة، وبتسأله بتستخدموا المال اللي بيتجمع من الرسوم ده في ايه. فبيرد الكاهن انهم بيستخدموه في الاصلاح والصيانة بتاعت التراث الثقافي. فبتقول ينغو ان هم اصلا بيستلموا من الحكومة ميزانية الاصلاح والصيانة للمعبد، وان السنة اللي فاتت دي جمعوا ميزانية 400,000,000,000 ون علشان صيانة واصلاح التراث الثقافي، رغم ان تم تخصيص 12,000,000 ون علشان اصلاح وصيانة المعبد، وان جميع تحصيل الرسوم تحصيل مزدوج للفلوس من المواطنين. فبيرد الكاهن وبيقول انهم بيحصلوا على حد ادنى للمال من الحكومة والزوار وبيستخدموه بصدق. وبتطلب منه ينغو انهم يكشفوا ميزانية المعبد، فبيرد عليها انه صعب لانه موضوع يخص المعبد. وبتقول ينغو مفيش حاجة تخجل منها، ومش هيبقى صعب تكشف توزيع الميزانية. فبيتضايق الكهناء، وبيعترض محامي الكاهن على سؤال ينغو، وبيقول الشاهد رئيس المعبد ان الكل بيحترمه من الرهبان والبوذيين. وبتطلب القضية من ينغو تمنع اي اسئلة ساخرة من الكاهن. فبتقول ينغو ان السنة اللي فاتت تم تقديم 62 بلاغ للشرطة بسبب تعطيل حركة المرور لوقوف السيارات عند كشك التذاكر. فبيرد الكاهن عليها انه على علم بالمشاكل دي، وبتسأله ينغو ليه مش بتشوف حل للمشاكل دي، وليه مش بيتم نقل الكشك امام المعبد مباشرة. فبيقول الكاهن ان مش غلط لما يجمع المعبد رسوم للدخول، وانه امر ضروري للطبيعة المحيطة بالمعبد، وليه نشوف حل لما احنا بننفذ العمل. وتاني يوم بتروح ينغو للمحامي جون وبتبلغه عن تفاصيل القضية، وبتقول انه مش قادرين يأثروا ولو قليل في الدعاء المدعي عليه، لان المعبد ما ارتكبش اي غلط. وبتكون مع المحامي جونغ في المستشفى، وبتسأله عن جي سو اللي بتكون واقفة معاهم، فبيقول لها انها طليقته، وبيطلب منها تسيبه هي وينغو مع بعض علشان عاوز يتكلم معاها. فبتبعد شوية وبتقف في اخر الاوضة، وبيقول لها انه عارف ان مفيش وجود للمبررات القانونية، وبيكون شايف ان القضية معقدة جدا، وبيقول لها ان قصر المعبد عامل قوانين لحماية التراث الثقافي ومش هيتسهلوا معاهم، وبيفضلوا يعرضوا على بعض حلول مش موفقة لحد ما جي سو بتتحرج وبتسيب الغرفة كلها وبتخرج. وبيحاول جونغ ينادي عليها بس مش بترد عليه، ولما بيخلصوا كلام مع بعض بتخرج ينغو، وبتلاقي جي سو واقفة بره، وبتسألها لو هم خلصوا كلام ولا لسه، فبتقول لها ايوه، وبتكون ماشية. ووقتها بتوقفها جي سو وبتقول لها ان هو زي ما هو ما اتغيرش، وانه بيتعامل معاها بمنتهى الجحود رغم انه ما شافهاش من مدة كبيرة، وانه مع المحامية اللي بيتعامل معاها كل يوم بيعاملها بحيوية وذوق. وبتقول لها انها كانت بتحبه جدا، فبتسألها ينغو عن السبب اللي سابته علشانه ما دام هي بتحبه. فبتقول لها انه وهي معاه كانت بتحس انها وحيدة. وبيرن تليفون ينغو، وبتلاقي المتصل والدها، فبتخرج علشان ترد عليه، وبتسأله هيعمل ايه لو دخلت له البيت ومعاها جون هو، فبيكون ناسيه خالص وبيسألها مين ده. فبتقول له الشاب اللي شافته معاها قبل كده، وده بيعصبه. فبتسأله عن رغبته السابقة في انه يتقابل معاه، فبيقول لها انه كان محتاج يعرف هو اي نوع من الرجالة، وهل هيكون قادر يسعد بنته ويحافظ عليها ولا لا. فبتقول له انه فعلا كده ويقدر يعمل لها كل اللي هي عايزاه، لكن المشكلة فيها هي، وانها خايفة تخليه يحس بالوحدة وما تساعدوش. وبيروح جون هو ينغو علشان يشوفوا الدلافين، لكن مش بيلاقوهم. وبتفاجئ ينغو جون هو بانها ما ينفعش تكمل معاه، ولما بيتعصب جون هو بيسألها عن سبب انفصالهم عن بعض. مش بتتكلم ينغو، لكن بيجي لها فكرة ان المبرر القانوني هو ان الطريق ده ملكية عامة ويحق للكل انه يمشي عليه، وده اللي بيعصب جون هو اكتر. وبيجي ميعاد مرافعة ينغو في قضية المعبد، وبتقول ينغو ان الطريق للمعبد هو ملكية عامة وممكن اي حد يمشي فيه، لكن القصر خلاه ملكية خاصة علشان يقدر يجمع رسوم التذاكر، وبتقدر انها تكسب القضية، وبيكون الحضور كلهم
فخورين بيها وبذكائها. وبعد المرافعه بتقول يون هو لتشو هيو بانها مش هتركب معهم العربيه، فبتسالها لو هي متخانقه مع جون هو، لكن بتقول لها لا، وبتروح تركب العربيه التانية الصغيره. وبيسهر جون هو وتشو هيو ومعاهم كون اللي بيلاحظ وجود حشره على كوبايتها فبيمنعها من انها تشربها، وبيطلب لها كوبايه تانية، وبتكون مستغربه تصرفه. وفي البيت بيدخلوا هما ينيموه لانه ما كانش في وعيه، ولما بيخرجوا بتقول له هو ليه بيعملها كده، فبيتريق وبيقول لها انه بيحاول يبان رومانسي، فبتتضايق وبتقول لها انه عارف ان هي معجبه بيه، ولما بتسكت بيتاكد انه صح. وتاني يوم بيروحوا كلهم يزوروا المعبد وبيقابلوا الراهب بتاعه وبيعزمهم على الاكل معاهم وبيعجبهم جدا، وبيعرفوا ان نتيجه فوز ينغو بالقضيه ان الطريق لدخول المعبد بقى مجاني والمعبد بقى من غير رسوم خالص، وبيخلوا الكاهن يفكر في قضيه الحفاظ على الحيوانات والناس من الطريق، وان الشركه هتساعده لو حب يرفع القضيه. وكمان بتكتشف ينغو ان اللي بيعمل الاكل في المعبد هو اللي كان بيعمل اكل مطعم هاينغ بوك نودلز، وفعلا بيكون هو، وبيقول انه ممكن يساعدوه في اثبات ان مطعمه هو الاصلي، وانه يثبت ان الخلطه السريه تخصه هو، ويعمل لها زي براءه اختراع وتكون مسجله باسمه، وده هيمنع انها تتسرق من اي مطعم تاني. وبيكون جونغ فرحان بفريقه جدا وبيعزمهم على الاكل في مطعمه، وبيسافروا في نفس اليوم، لكن جون هو بيكون بعيد عن يون هو. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. تفتكروا ايه اللي هيحصل في علاقه جون هو بيون هو؟ وهل فعلا صاحب مطعم هاينغ بوك نودلز هيرفع قضيه براءه اختراع ولا لا؟ كل ده هنعرفه في الحلقات الجايه، بس انزل دلوقتي اعمل اشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وكمان ما تنساش تعمل اشتراك في قناه فيلم الا ربع عشان توصلك اجدد الملخصات بصوتي، وكمان فولو لصفحه ملخصاتيه الحدوته. الملخص ده كان بصوت احمد فاروق. اشوفكم الملخص الجاي. سلام.